السلام عليكم. عنوان محاضرة اليوم النموذج المقابل. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى كيفية تحويل النموذج الرياضي الأولي إلى النموذج المقابل، ومن ثم كيفية حل النموذج المقابل، ثم إثبات أن الحل الأمثل للنموذج الأولي يساوي الحل الأمثل للنموذج المقابل. ما هو النموذج المقابل؟ لكل نموذج أولي في موضوع البرمجة الخطية نموذج مقابل يرتبط معه بإحكام رياضياً، وهناك صفة مشتركة بينهما تتمثل في أن الحل الأمثل لأحدهما هو الحل الأمثل للنموذج الآخر، وهذا يكون حسب النظرية الثنائية اللي ما رح ندخل تفاصيلها هذه السنة. إذن الحل الأمثل للأولي يساوي الحل الأمثل للمقابل. للمقابل عدة استخدامات، أهمها فيما يخص شغلنا هو سهولة الحصول على الحل الأمثل عندما يصعب الحل للنموذج الأولي. ناو، ما هي خطوات تحويل النموذج الأولي إلى النموذج المقابل؟ أولاً تعكس صيغة دالة الهدف، فإذا كانت ماكسيموم تصبح مينيموم والعكس، ورمز دالة الهدف بدلاً عن زد يصبح دبليو. ثانياً نبدل رمز المتغيرات الأساسية اللي احنا متعلمين عليها في النموذج الأولي X تحول إلى Y في المقابل. معاملات المتغيرات الأساسية في دالة الهدف بالنموذج الأولي شو تصير؟ تصبح ثوابت القيود في المقابل، وثوابت القيود تصبح معاملات المتغيرات في دالة الهدف، لكن يا دالة هدف للنموذج المقابل. الصفوف تتحول إلى أعمدة، والأعمدة تتحول إلى صفوف في النموذج المقابل. ثم إشارة القيود إذا كانت أكبر أو يساوي تصبح أصغر أو يساوي في المقابل وبالعكس. وآخر شيء هو شرط عدم السالبية يتم إضافته للنموذج المقابل. عندنا ملاحظات بسيطة. إذا كانت دالة الهدف تعظيم، لكي نحولها إلى النموذج المقابل يجب أن تكون إشارة القيود أصغر أو يساوي، وإذا كانت الدالة مينيموم يجب أن تكون إشارة القيود أكبر أو يساوي. يلا نقدر نحول. الشيء الثاني، الملاحظة الثانية، إذا كان النموذج الأولي فيه عدد المتغيرات يساوي N وعدد القيود M، المقابل يصير بالعكس، عدد المتغيرات الأساسية تصبح M وعدد القيود يصبح N. نأخذ مثال لكيفية التحويل. طبعا هذا الطلاب يعتمد على المصفوفات الماتريسز اللي يمكن تأخذوها بدرس النيوميريكال، أخذتوها أو لا ما أعرف، احنا نأخذها بشكل مبسط. عندنا النموذج الأول التالي ماكسيموم، وعندنا أربع متغيرات، وعندنا قيدين، وثابت القيود هي هاي. قبل ما أحول مثل ما ذكرنا بالملاحظات، الماكسيموم لازم قيودها أصغر أو يساوي، إذن هذا الشرط موجود. ناو، شقد عندي عدد المتغيرات؟ عندي أربعة، يعني N يساوي أربعة. وشقد عدد القيود؟ عندي اثنين. إذن بالمقابل راح يصبح عدد المتغيرات اثنين، وعدد القيود شقد يصبح أربعة بالعكس. كيفية التحويل، لاحظوا أني لونت لكم إياها على مود تصير واضحة. قلنا في الدالة ماكسيموم تصير مينيموم، زد تصير دبليو، هاي أول شيء. عندي شقد عدد القيود اثنين، ثوابت القيود في النموذج الأولي تصبح معاملات المتغيرات الأساسية في المقابل. كم أنا عندي متغير بالمقابل؟ راح يصير عندي اثنين، صح لو لا؟ ليش يصير عندي اثنين؟ ما دام عندي عدد القيود هنا اثنين، إذن يصير عدد المتغيرات هنا اثنين. ناو، عندي عدد المتغيرات هنا أربعة، شو يصير؟ تصير أربع قيود في المقابل. هذه المعاملات المتغيرات الأساسية في النموذج الأولي تصبح ثوابت القيود المن في النموذج المقابل. هاي واضحة. ناو، شلون نشكل هاي القيود في النموذج المقابل؟ عندنا شنو؟ تصبح الأعمدة تصبح صفوف. إذن عندي أشوف X1 X1، يعني إيش راح يصير؟ Y1 زائدا Y2، بما أنه مينيمم Y1 زائد Y2 أحط شنو؟ أحط أكبر أو يساوي. من هو ثابت القيد؟ ثابت القيد المعامل المتغير الأساسي في دالة الهدف للأول. نشكل القيد الثاني، 3Y1 زائدا Y2 أكبر أو يساوي 6، 2Y1
زائد 5y2 أكبر أو يساوي 10، 4y1 زائد 3y2 أكبر أو يساوي 12. أوكي؟ هاي خلصناها، خلصنا كل شيء ما يخص نضيف شرط عدم السالبية. ناخذ مثال ثاني. هنا الملاحظات والدالة تعظيم، هذا طبعا التكرار اللي أنا حطيت لكم إياه قباله على مود تشوفوا. عندنا هسه شوية فرق، مثال عندي هاي دالة الهدف ماكسيموم، ألاحظ عندي بها شو هاي أصغر وبها أكبر، أوكي؟ فإذا قبل ما أحول مباشرة من هو القيد اللي بأكبر أو يساوي أضربه في ناقص واحد على متصل أصغر أو يساوي مع تبديل الإشارات بالنسبة للمتغيرات الأساسية. رتبته أنا مالتي، أبدي أنا هسه شو أسوي؟ أبدي أحول. رتبناه ضربناه في ناقص واحد، نريد نحوله للمقابل. أنا كتبت هنا الأولي على مود يصير واضح قدامكم. ناو ماكسيموم زد شو يصير طلاب؟ يصير مينيموم زد. قيودي حولتها كلها أصغر أو يساوي. كم عدد المتغيرات عندي هنا؟ 4. شو يصير عدد القيود هنا؟ 4. كم عندي هنا عدد القيود؟ عندي عدد القيود 3. شو يصير عدد القيود؟ يصير عدد المتغيرات في النموذج المقابل. شلون راح نحول هذا؟ شوية لاحظ. انت هنا تتمسك دائما بنفس المتغير، يعني x1 x1 x1، على مود تتحول هذا العمود الى صف ايش راح يصير؟ 3y1 زائد y2 زائد y3 اكبر او يساوي منه؟ اكبر او يساوي 2. حولنا اول واحد. نجي نشوف هاي x2 مذكوره بالقيد الاول لكن ما مذكوره بالقيد الثاني، ثم ذكرت بالقيد الثالث. اذا شلون راح يصير؟ راح يصير 4y1 زائد y3، يعني كأن y2 راحت من القيد الثاني، أكبر أو يساوي شنو؟ ناقص 3. لاحظ الـ x3 الخضر مذكورة في ثلاثتهم، إذا إيش راح يصير؟ ناقص y1 زائد 2y2 زائد y3 أكبر أو يساوي 4. وأخيرا الـ x4 شبيهة، ما مذكورة بالقيد الأول، مذكورة بالقيد الثاني، إذا minus 2y2 زائدا y3 أكبر أو يساوي 2 مع شرط عدم السالبية. أوكي؟ المثال الثالث، مرات عندنا أسئلة نعرف تجيبيها يساوي، زين أني هاي لا أصغر لا أكبر، كيف أحولها أني؟ اليساوي بالرياضيات طلاب هو عبارة عن أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي، هذا اليساوي. من أقول مقدار هو أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي فهو يساوي، تحليل حاصل صح لو لا؟ فإذا هاي اليساوي لكل قيد عندنا قيدين، حيصير أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي، والثاني أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي، بدل قيدين صار عندي شنو؟ 4 قيود. ثم الدالة ماكسيموم، أنا أريد ما دام ماكسيموم لازم كلهم أصغر، فأضرب القيد الثاني والرابع في ناقص واحد، تتحول كل القيود إلى أصغر أو يساوي، وأحولها بالطريقة اللي تعلمناها قبل شوية.